جزاكم الله خير يا شيخ. من الأخ المستمع عين سين ألف رسالة بعث بها مجموعة من الأسئلة، يقول: فضيلة الشيخ، أريد أن أشتري سيارة من إحدى الوكالات فوجدت سعرها نقدا 4000 ريال عماني، والسعر بالأقساط يختلف 5500 ريال عماني، ولا أستطيع أن أشتري نقدا، فهل يجوز لي أن أشتريها بالأقساط أم أن هذا داخل في الربا؟ لا بأس بذلك، وليس هذا من الربا. البيع بالأجل زيادة على البيع الحاضر، هذا لا بأس به، لأن الناس لا يبيعون بالأجل إلا إذا حصلوا على زيادة، وهذا لا بأس به، وإلا تعطلت مصالح المسلمين. نعم.